فضاءات تسبر أغوار التاريخ المغربي، آثار فينيقية ورومانية وإسلامية تحيط بالمكان، مسرح وأطلال قصور ومعامل تلقي بظلالها على المدينة التاريخية الأولى بالمغرب. لكسوس، الموقع الذي يتحدث أخيرا عن تاريخ لطالما عاشته المنطقة الشمالية بالمغرب، تكتنف بعضا من جوانبه الغموض في انتظار نفض الغبار عليها. هذا هو موقع لكسوس الأثري التاريخي على بعد 5 كيلومترات من مدينة العرائش، موقع تاريخي أعيد ترميمه لاستقطاب واستقبال الآلاف والمئات من الزوار والسياح المغاربة والأجانب. بمرشد بوصلة نهر التنين العظيم، مرحبا. Le site est très intéressant. Bon, on voit qu'il n'est pas tout à fait terminé. C'est la première fois que je viens à Lixus. Je trouve ce site pour le moment inachevé, mais vraiment on voit bien que tout est mis en œuvre pour retrouver l'antiquité en fait. طبيعة الحال هذا الحدث ديال افتتاح الموقع الأثري الأركيولوجي لكسوس هو حدث يعني مهم جدا نظرا لما يكتسيه من الأهمية في الحفاظ على المواقع الأثرية والذاكرة التاريخية بصفة عامة في أبعادها المختلفة الاقتصادية العلاقة ديالها بالحضارة ديال البحر المتوسط. يستعيد إذن موقع لكسوس الأثري رمزيته التاريخية التي فقدها بسبب عوامل عديدة، وحتى وإن كانت تهيئته جزئية وغير مكتملة نظير غياب ولوجيات خاصة بذوي الاحتياجات ولوحات تشويرية وتعريفية ببعض المآثر داخل ركح المدينة، غير أن هذا الترميم الجزئي أعاد الاعتبار لتاريخ المغرب من معبر مدينة تمتد على مساحة 62 هكتارا وكانت من أعرق الحواضر في غرب البحر الأبيض المتوسط بالعالم القديم. هذا الموقع بهذه الضخامة ديالو بهذا العظمة ديالو إلا بغينا يمشي مزيان ويساهم في السياحة الداخلية والخارجية للبلاد خصنا ضروري نزيدو نشتغلوا عليه من ناحية الولوجيات وسائل النقل، لأن كاين شوية ديال الصعوبات نتمنى أننا نتجاوزوها في أفق أننا نحققوا تنمية حقيقية سياحية بالمدخل الأساسي اللي هو الثقافة. وحنا تنعرفوا على أن مدينة لكسوس تعتبر من أقدم بل هي أقدم الحواضر التي أنشئت على الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط، يعني في جهتها الغربية، بحيث أن هذا التاريخ لإنشاء هذه المدينة حسب الأسطورة فهو يعود إلى القرن 11 قبل الميلاد، ولكن حسب المعطيات التاريخية المؤكدة والأثرية التي تم العثور عليها في عين المكان فالآن تأكد لنا وبالملموس وبالملموس المادي على أن المدينة أنشئت على الأقل في القرن 8 قبل الميلاد، وبالتالي مرت من هنا من هذه الربوة عدد من الحضارات المتوسطية التي نشأت في البحر الأبيض المتوسط، منها الحضارة طبعا الفينيقية ثم القرطاجية ثم المرحلات الممالك الوطنية البربرية أو الأمازيغية عفوا التي يعني كانت في المنطقة، بالإضافة إلى الامتداد الروماني الذي شهدت إثره المدينة تطورا عمرانيا وثقافيا واقتصاديا مهما.